معنا على الهاتف أستاذ محمد فتحي الشريف رئيس مركز العرب للدراسات السياسية. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، أهلا بحضرتك وأهلا بكل مشاهدينك الكرام. أهلا بحضرتك. الحقيقة ابتدت الأخبار تتوالى أنه بعد ما كان في حالة من التمسك من حماس ببعض الأمور اللي هي خاصة بوقف إطلاق النار، وتمسك من إسرائيل بعدم السماح بعودة بعض النازحين لغزة، أنه حصلت انفراجة وبدأ الأمر أنه داخلين على تحديد أسماء أو عدد المحتجزين والأسرى كمان الفلسطينيين فيما يعني سيحدث الأسبوع القادم ده في قطر. لكن الغريب أنه تصريحات المسؤولين الإسرائيليين اللي داخل إسرائيل كلها كما لو كانت خايفة تقول إن ده هيحصل، يعني كلها بتتحدث إنه هذا لا يعني أن الصفقة قد تتم، هذا لا يعني أن الأمر قد ينتهي. تفسر حضرتك ده بإيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضرتك طبعا وبكل السادة المشاهدين. طبعا لقاءات مستشار الأمن القومي الأمريكي والتفاوض الذي حدث في الفترة الأخيرة والذي استمر على مدار عدة أيام، كانت الأطراف مصر وقطر وأمريكا وإسرائيل بالإضافة إلى مسؤولي من حركة حماس توصلوا إلى تفاهم ووضعوا الملامح الأساسية وخاصة لصفقة المحتجزين، حتى بعد ذلك يتم الإعلان عن هدنة مؤقتة. ولكن رفض الجانب الإسرائيلي أو الحديث داخل إسرائيل على أن يعني هذا لن يحدث، أعتقد أنه من يعني قبيل أنهم لا يريدون أن يظهروا أنهم تنازلوا وأنهم لا يملكون القرار، لأن القرار الحقيقي تملكه الولايات المتحدة الأمريكية. وعندما يقول مستشار الأمن القومي الأمريكي أنهم توصلوا إلى هدنة وتوصلوا إلى صفقة أساسية لتبادل المحتجزين، فأعتقد أن هذا الكلام صحيح، وهذا الكلام ضغطت فيه مصر وعدد كبير جدا من الدول محمد العربية. محمد، اسمح لي، حضرتك بتقول أنه القرار أمريكي، يعني الفترة اللي فاتت شفنا عكس ده، شفنا بلينكن في القاهرة وهو بيتكلم أو شبه بيعد وعود، ومشي أول ما مشي نتنياهو طلع في مؤتمر صحفي قال كلام عكس تماما ما قاله بلينكن، وبالتالي بدت أن الزيارة لم تؤتي ثمارها للمنطقة. لكن هي طبعا اسمح لي، لأنه الحديث عن أن أمريكا مثلا بتتكلم عن أنه التفكير في إعلان دولة فلسطينية من جانب واحد، في نفس الوقت اللي نتنياهو بيقول فيه أنه مجلس الوزراء بالكامل في إسرائيل رفض فكرة دولة، يعني إعلان دولة فلسطينية من جانب واحد. مجلس الوزراء طبعا ومجلس الحرب في إسرائيل يعني هو متطرف ومتمسك بالأطر أنه يريد أن يصفي القضية الفلسطينية، وبالتالي يعني أمريكا عندما تتحدث على أنها تريد أن يكون هناك هدنة حقيقية ووقف سلام، ومع ذلك كما حضرتك تفضلت وقلت أن بلينكن جاء إلى زيارة إلى منطقة الشرق الأوسط ووعد بتصريحات كثيرة جدا، ولكن إسرائيل خالفت هذه الوعودات. كل هذه مناورات سياسية، وتأتي هذه المناورات السياسية من أجل تصدير مشهد مخالف للرأي العام وإطالة أمد الأزمة على للحصول على أكبر مكاسب للجانب الأمريكي في المقام الأول، لأن أمريكا هي التي تقود العمليات العسكرية الموجودة، وأمريكا هي التي تدعم العمليات العسكرية الموجودة. إسرائيل لا تملك أن تقوم وأن تشن هذه الحرب وأن تناور في أكثر من مكان. الولايات المتحدة الأمريكية والقواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة هي من تقوم بهذا، وبالتالي الكلمة الأولى والأخيرة لأمريكا. والدليل على ذلك أن التصريحات الأمريكية رغم أنها تصريحات وردية وجميلة، لكن في مجلس الأمن أمريكا استخدمت حق الفيتو، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تريد مزيد من الضغط، ولكنها إذا أرادت وإذا قال مستشار الأمن القومي الأمريكي أن مصر وقطر وأمريكا وإسرائيل توصلوا إلى تفاهم، فهذا الكلام كلام صحيح، وأعتقد أنه يطبق، لأن الكيان الصهيوني أدرك أنه خسر المعركة منذ يوم 7 أكتوبر، وحتى اليوم هو يدرك أنه يريد أن يطيل أمد الأزمة، يريد أن يبقى مزيد من الوقت، لأن الداخل الإسرائيلي سوف يدعو إلى محاكمة هؤلاء، وبالتالي تصريحاتهم العنصرية هي دفاعا عن فشلهم. أمريكا هي التي تقود العملية، أمريكا التي في يدها الأمور كلها، أمريكا هي التي استخدمت حق الفيتو، وكانت من الممكن أن يتوصل مجلس الأمن إلى وقف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات بشكل أساسي والاعتراف بدولة فلسطين، ولكن
الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تناور، وأعتقد أنها في الفترة الأخيرة أدركت أنها ستخسر المزيد من مصالحها في منطقة الشرق الأوسط بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، ولذلك قد يكون تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي أن التوصل إلى هدنة والتفاهم بشأن الملامح الأساسية لصفقة المحتجزين كما تم الإعلان عنها، أعتقد أنه خبر صحيح. نتمنى أن نرى يعني في قطر إنهاء هذه التفاصيل. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ محمد فتحي الشريف، رئيس مركز العرب للدراسات السياسية.